اهلا بيكم فيديو جديد من 5 minute practice، معكم خالد محي الدين، والنهارده هنتكلم عن الداتا تايبس. يلا بينا. بص يا سيدي، احنا اتفقنا ان البيانات اللي احنا هنتعامل معاها عباره عن structured data، يعني خلاص البيانات دي مترتبه وجاهزه وعارفين انواعها والكلام ده كله، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه في الكتاب. طيب عندنا نوعين من البيانات، عندنا numeric وعندنا categorical. numeric هي باينه من اسمها ارقام، قيم عددية، انما الكاتيجوريكال هي مش قيم عددية، هي اي حاجة تانية او اسماء مثلا، ودول ليهم اصلا انواع. يعني لو جبت مثلا للنيوميريك دي، في منها نوعين، في عندنا continuous data و discrete data. ايه الفرق بينهم؟ الcontinuous ممكن مثلا نقول بكل بساطة ان هي ارقام عشوائية جدا، ملهاش قاعدة معينة، او مثلا ارقام كسرية فيها كسور، فيها ارقام عشوائية كتير، يعني اعداد، اي عدد عشوائي ممكن تتخيله هيعتبر continuous data. زي مثلا سرعة عربية، لو انت جايب سرعة عربية على اوقات مختلفة، سرعة العربية دي ايه؟ بتزيد وبتقل وملهاش رقم معين، ملهاش ماسكة معينة، اي سرعة ممكن تسجلها. انت لو معاك سنسور وبعمل تقيس سرعة العربية معاك، هيطلع لك اي رقم، ممكن تطلع سرعة 90، 90 ونص، 58، 60، 100، 12 ومش عارف وكام، ممكن يطلع لك اي رقم تتخيله. ففي الحالة دي اسمها continuous numbers. او لو تايم مثلا عندك، الوقت ده ممكن يطلع وقت عشوائي جدا برضو، يعني ممكن يطلع ثانية ومش عارف كم من مية من الثانية، ارقام كتير. ممكن مثلا تبقى اسعار شقة مثلا بمليون ومتين خمسة وسبعين الف مثلا، يعني اللي هو ايه، رقم عشوائي جدا. طبعا انت متخيل ان ده شيء بديهي جدا، وايه الغريب في اللي انا بقوله؟ ما اكيد هيبقى ارقام عشوائية، واي قيمة هتتسجل من الايفنت اللي بيحصل هتبقى continuous. اما الايه بقى الديسكريت دي بقى، امتى يعني ايه الفرق بقى بينهم؟ هنا بقى يظهر الفرق، ما يعرف يعني ايه discrete data. الديسكريت data بقى عبارة عن رقم انت بتقدر تجمعه، او عدد تكرار ايفنت معين. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك انا كل يوم بلعب ضغط، اول يوم لعبت 10 ضغط، ثاني يوم لعبت 15 ضغط، بعد 15 يوم كنت وصلت ل 30 ضغط، معايا كل يوم عملت كام ضغط بالظبط، اقدر اجمعهم. وما ينفعش مثلا العب ضغط ونص، يعني ما ينفعش تلاقي ان انا في يوم من الايام عندي 15 ضغط و7 من 10 مثلا، مفيش. هو لازم يبقى رقم ثابت يقدر يتجمع واقدر استفيد منه، هو يعني هو رقم ثابت، عدد صحيح، ده الديسكريت نمبر، عدد صحيح، كاونت اوف ان ايفنت مثلا، حاجه اقدر اجمعها وليها اخر. لو عندي ديتا عباره عن مثلا حاجه من 1 ل 10 مثلا، لو هي ديسكريت فهتبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، انما لو هي كونتينوس ففي الحاله دي الموضوع مختلف تماما. انت ممكن يبقى عندك 1 1 وربع، 1 و7 من 10، 1 و3 3 كتير قوي، 2 ومش عارف وكم من 100، 3 و4 11 من 1000، 5 ومش عارف كم من 100، و6 من 10، 7 و8 مش عارف من كام. بص ما تقدرش تجمعها في اخر ايه، انت ممكن تلاقي بين كل رقم والتاني احتمالات كتير جدا، ارقام كتير جدا في النص، ما تقدرش تجيب اخرها، دي اسمها continuous. مثال تاني، لو عندي وليكن 10 شقق وعايز اتكلم عن مواصفات كل شقه فيهم، فلما اجي اتكلم عن سعر الشقه، السعر ده continuous، مليون و200 الف، مليون و300، مليون واحد ومش عارف كام، 7000 وكام، مليار وكام، ايا كان بقى هو كام، هو في الاول في الاخر فلوس، ممكن يبقى فيها كسور وممكن يبقى فيها احتمالات لا نهائيه. في الحاله دي continuous data. لكن لما اجي اقول لك مثلا الشقه دي كل شقه فيها كام اوضه، فانت تقدر تعد الاوض، ليها اخر، هتخش الشقه الاولى هتعدها خلصت، الشقه الثانيه هتعد خلصت لحد الاخيره خلاص انتهت، فدي discrete. لما اجي اقول لك العماره دي فيها كام دور، عدد الادوار اللي موجوده في كل عماره من العماير اللي عندي دي، اذا انا هعد دور واحد في كل عماره، خلاص ده كده ديسكريت، حاجه قبل ان هي تتعد، عدد صحيح. اتمنى اكون فهمتها. نيجي بقى للكاتيجوريكال. الكاتيجوريكال بقى دي ممكن تبقى حاجه اسمها نومينال، حاجه اسمها اوردينال او بوليان، يعني عندنا ثلاث انواع منهم. فانا لو عندي يا سيدي بيانات، والبيانات دي قصاد كل رو مكتوب فيها المحافظه بتاعتي، فالمحافظات خلاص القاهرة، اسكندرية، جيزة، مطروح، مش عارف ايه، محافظات. هل في حاجة احسن من حاجة؟ لا، مجرد اسم، انت في مدرسة دي وده في مدرسة دي، يعني ايا كان ايه هي الحاجة اللي عندي، هي في الاول في الاخر اسم، ما فيش حاجة بتعبر عن ان هي احسن او اوحش، ما فيش حاجة بتعبر عن ترتيب معين، مجرد اي ترتيب وخلاص، يبقى دي data nominal، categorical ونominal. برضو انت شايف ايه الغريب في الكلام ده؟ الفكرة بقى هنا تيجي لما تيجي تفهم يعني ايه ordinal. ان انا مثلا لما اجي عندي طالب
في المدرسة أو في الجامعة أو في أي حاجة، والطالب ده عندي بيان بدرجاته، تمام؟ فالدرجات اللي عندي دي جاية مثلا من A A plus B B plus C C plus وهكذا. في الحقيقة أنا عندي هنا ترتيب ليهم، هنا في حاجة أحسن من حاجة. ففي الحالة دي اسمها ordinal. لما أجي أقول مثلا عندي excellent و very good و good وفي الآخر عندي مثلا fair، ففي الحالة دي أنا عندي ترتيب، أحسن حاجة هي الاكسلنت، أقل حاجة هي الفير. هي مش نيوميريك، أوكي؟ دي داتا كاتيجوريكال، أسماء مش أرقام، بس في نفس الوقت ليها ترتيب، في عندي حاجة أحسن من حاجة. ففي الحالة دي كده نسميها أوردينال. أو مثلا طيارة، والطيارة فيها مثلا بيزنس كلاس وإيكونوميك، ففي الحالة دي عندي حاجة أحسن من حاجة، هما كاتيجوريكال بس ليهم حاجة أحسن من حاجة. دي كده من نوع categorical بس ordinal. البوليان بقى اللي هو yes او no، true or false، ما عنديش اكتر من كده ان انا اقول. لازم تبقى عارف ان انت وانت شغال بالبايثون مثلا الارقام هتبقى يا اما int اللي هي integer او float. طيب الانت اللي هي الارقام الصحيحة، انما الفلوت الارقام اللي ممكن يبقى فيها كسور. طب لو categorical هتلاقيها يا اما بوليان يا اما هتلاقيها object، مكتوب كده object، تعرف ان المكتوب عليها object يبقى ده categorical، المكتوب عليه بوليان يبقى ده categorical، المكتوب عليه int يبقى ده numeric، المكتوب عليه float يبقى ده numeric. ليه مهم نفهم يعني ايه الفرق بين الداتا تايبس، او نعرف اصلا ليه الداتا تايبس دي؟ الفيجواليزيشن تولز اللي انت هتستخدمها، الادوات اللي انت هتعمل بيها فيجواليزيشنز هتختلف بناء على الداتا تايب. الاستاتستيكال مودلز اللي انت هتستخدمها هتفرق من حاجه لحاجه. لغه البرمجه اللي انت هتشتغل بيها سواء ار او بايثون هي بتتعامل مع داتا تايب، فانت لازم تقول لها انت ايه ودي ايه وده ايه. فهمتني؟ يا رب تكون فهمت. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تسيب لي كومنت برايك او تشير معايا افكارك، واعمل شير لو الفيديو عجبك. سلام.